بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين. الإطار الإداري والتربوي وعزيزاتي وإعزائي التلميذات والتلاميذ، نقف وقفة رجل واحد على موقف واحد، موقف أن القدس هي عاصمة فلسطين. فسأسأل الجميع سؤالا وأريد الجواب على صوت رجل واحد وامرأة واحدة، فأقول: ما عاصمة فلسطين؟ فتجيبون. سأعيد السؤال وتجيبون بالقدس الشريف. ما عاصمة فلسطين؟ أريد أن أسمعها بصوت رجل واحد وامرأة واحدة. ما عاصمة فلسطين؟ القدس الشريف. لم أسمعها كما أريد، أعيد السؤال: ما عاصمة فلسطين؟ القدس الشريف. أصواتكم وصلت إلى بعض الكيلومترات، أنا أريد أن تنتقل بين القارات، فأعيد السؤال: ما عاصمة فلسطين؟ القدس الشريف. ما عاصمة فلسطين؟ القدس الشريف. ما عاصمة فلسطين؟ القدس الشريف. بالروح بالدم نبكيك بالأقصى. بالروح بالدم نبكيك بالأقصى. بالروح بالدم نبكيك بالأقصى. أعيد هذا الشعار، سنعيد هذا الشعار، ولكن هناك بعض التلاميذ والتلميذات أراهم من بعيد لا يشاركوننا في هذا الشعار، فأريد من الجميع أن يقول: بالروح بالدم نفديك يا أقصى. 3 2 1. بالروح بالدم نفديك يا أقصى. بالروح بالدم. لنا في المسجد الأقصى قضيتان، قضية وطنية وقضية عقدية. فأما القضية الوطنية فهي أن لنا في المسجد الأقصى أوقافا مغربية، عندنا ساحة المغاربة التي دنسها اليهود، وعندنا باب المغاربة التي دنسها اليهود، فلنعد لقضية فلسطين بريقها، ولنعد لشبابنا قوتهم وحيويتهم من أجل أن يحملوا القضية في قلوبهم. فهنيئا لثانوية الأميرة للا أسماء التأهيلية بهذا الحفل المميز. الانتصار بإذن الله تعالى حليفنا، ولن يكون الانتصار إلا بالعلم. سنعد أنفسنا بأننا نجتهد في دراستنا، سنعد أنفسنا بأن نكون متقدمين حضاريا بطلبنا للعلم. سننتقل مباشرة بعد هذه الوقفة إلى مقاعد الدراسة لكي ندرس بجد، لكي نظهر للعالم
بأننا أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبناء صلاح الدين الأيوبي، والقدس لنا، القدس 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 لنا. أشكركم، وإن سمحتمولي أن أدعو دعاء للختم. بروح الدم يبكيك يا أقصى، بروح الدم يبكيك يا أقصى، بروح الدم يبكيك يا أقصى، بالحب يبكيك يا رسول الشعب، يريد تحرير فلسطين الشعب، يريد تحرير فلسطين الشعب، يريد تحرير فلسطين الشعب، يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا شفاعته، ولا تحرمنا زيارة مسجده، ولا تحرمنا حجة إلى مصر الحبيب القدس الشريف إن شاء الله تعالى. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا باد بين يديك. اللهم ارحم ضعفنا، وتولى أمرنا، وعليك بمن عادانا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اقمع أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. الصهاينة المغرضين جرثومة الضلال ومركز الكفر، اللهم شتت شملهم. لم أسمع التأمين بفضل واحد. أريد أن تهتز جنبات هذه المؤسسة بالتأمين. آمين. اللهم شتت شملهم. آمين. اللهم نكس أعلامهم. آمين. اللهم زلزل أقدامهم. آمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. آمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. آمين. واجعلنا من بينهم سالمين. آمين. بعزتك وجبروتك يا عزيز يا جبار. آمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حضرة الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حضرة الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حضرة الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصرنا على من عادانا. آمين. اللهم ثبت أقدامنا. آمين. اللهم وحد صفوفنا. آمين. اللهم جميعا تلاميذ وتلميذات، اللهم اجعلنا ذخرا لأسرنا. آمين. وذخرا لوطننا. آمين. وذخرا لعمتنا. آمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين. رئيس لجنة القدس أمير المؤمنين الحسن محمد السادس، الذي أسس لجنة المجلس هو الحسن الثاني رحمة الله تعالى عليه، يسعى من أجل قضية القدس
نسأل الله عز وجل أن يثبت ملكنا لما يحب ويرضى. آمين. اللهم ثبته لما تحب وترضى. آمين. اللهم يا رب قيد له بطانة صالحة. آمين. تعينه على فعل الخيرات. آمين. اللهم احفظ بلدنا هذا. آمين. واجعل بلدنا هذا. آمين. بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. آمين. اللهم انصرنا على من عادانا. آمين. اللهم اقمع أهل الشرك والفساد والعناد. آمين. وحشي عرشت هنايا المسجد الأقصى في قلوبنا، 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 المسجد الأقصى في قلوبنا. نعيد جميعا، إننا نعاهد الله، إننا نعاهد الله أن نبقى على العهد، أن نبقى على العهد. إننا نعاهد الله، إننا نعاهد الله أن ندرس العلم الجاد، أن ندرس العلم الجاد. إننا نعاهد الله، إننا نعاهد الله أن نكون أقوياء في المستقبل، أن نكون أقوياء في المستقبل، أن نكون متقدمين علميا، أن نكون متقدمين علميا، أن نكون متقدمين حضاريا، أن نكون متقدمين حضاريا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا للأستاذ.